مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا بكم. اليوم سنتعرف على رأي المغاربة في فوز لقشة، الرئيس الحالي لفريق نهضة بركان والرئيس الجديد للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كما سنكتشف مطالبهم وانتظاراتهم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الجديدة. لنتابع. فوز لقشة ما كنعرفوش عليه شي حاجة كثيرة، كنعرفوا عليه رئيس نهضة بركان ودار واحد طفرة نوعية في فريق ديال نهضة بركان، واصلا هو المرشح الوحيد، ما كاينش زعما منافسه اللي غادي تخلينا نديروا الفرق ما بين رئيس ورئيس ولا هو المرشح الوحيد، يعني ما كاينش بديل. حنا بغينا اللي يسير الكره مزيان وصافي. اللي كان رئيس نهضه بركان هي اش نقولك، ما عنديش شي معلومات كيفاش كيجيني، ولكن نتمنوا انه يكون قد المسؤوليه ويلبي المطالب ديال الشعب المغربي، لانه الشعب كيبغي الكره. كنتسناو منها تجيب بجوج ديال البرامج، برنامج اول استعجالي بالنسبه للمنتخب الوطني، تشوف المدرب اللي غادي يقدر يحقق نتائج مزيانه في كاس افريقيا اللي جاي، وبرنامج اخر يكون على المدى المتوسط والبعيد اللي غادي تصلح به الحقل الكروي بشكل عام، يزيدوا في الميزانيه ديال الانديه والبنيه التحتيه تاعي، الملاعب والانديه الكبار. المنتخب ديالنا يزيد لقدام، وحنا غنظموا كاس افريقيا، يعني خصنا نزيدوا لقدام، ما نبقاش ديما اللور. وهادشي اللي كنتمناو من هاد الجامعه والرئيس الجديد ان شاء الله. كاس افريقيا 9 شهور، المدرب ما كاينش، اللعابه باقي ما كاع الا جمعوا اللعابه ما مسجمينش، باقي ما كاين والو، خصو كلشي يتعاود. اولا تعيين مدرب كفء للمنتخب اللي يقدر كيف ما قلت يمشي بالمنتخب الوطني في هاد كاس افريقيا، بما انه غادي تنظم في المغرب، هذا هو اول طلب ملح للرئيس لقجع. الاقتراح ديالي اول خيار يكون بادو الزاكي، انه كلشي تعرفوا انه وصل المنتخب الوطني للنهائيه ديال نهائي كاس افريقيا 2004. وبكل صراحه مدرب مغربي وعنده كفاءات، يكون مدرب في المستوى. بالنسبه للزاكي انا كيبان لي انا الزاكي هذا خصو باش يعطيوه فرصه اخرى. المدرب اللي وانا اللي عجبني انا نقول لك صراحه هو فاخر. كنا كنتمنوا بادو الزاكي يرجع من الاحسن. نتمنى الفوز التوفيق ان شاء الله. إذا كانت هذه مطالب وانتظارات الجماهير المغربية من فوز لقشة، كل المنى والتوفيق للجامعة الجديدة. أنا مش ندير الصفقات، أنا يا أول من نادى وقلت بأن الناس خصهم يعطيونا اليوم الحصيلة تاع الأمور. فوز لقشة الرئيس الجديد للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رأى النور سنة 1970 بمدينة بركان، تربى بين أحضان عائلة محافظة تتكون من أم ربة بيت وأب كان يشتغل في سلك التدريس قبل أن يصبح مفتشا متقاعدا، وله من الإخوة ثلاثة. لقجع أحب هوايته كرة القدم والمخيمات، حيث كان فوزي لاعبا بنهضة بركان في فئة الناشئين وهو رئيسها الشرفي حاليا. أما هوايته الثانية فقد كانت المخيمات بمثابة مدرسته الثانية منذ أن كان في سن التاسعة، فهناك تعلم أبجديات الانضباط ومتعة الحياة. أما على مستوى مساره الدراسي فبعد أن حاز القجع على البكالوريا علوم تجريبية ولج المعهد العالي للزراعة والبيطرة بالرباط، وبعد نيله دبلوم مهندس الزراعة التحق بوزارة الفلاحة، وبعدها أكمل دراسته بالمدرسة الوطنية لإدارة بالدار البيضاء. الرجل أيضا اندمج في المفتشية العامة قبل أن ينضم إلى إدارة الميزانية والذي اشتغل فيها منصب رئيس شعبة المجالات الإدارية، بعد ذلك ولجأ إلى تقسيم الزراعة والمقاصة قبل أن يصبح مديرا لمديرية ميزانية الدولة التابعة لوزارة المالية. وانتخب فوزي لقجع رئيسا جديدا لفريق النهضة البركانية في سنة 2009، حيث غير من طريقة التسيير الرياضي للفريق البركاني الذي قفز به من الهواية إلى قسم الأقوياء. رجل شاب ومحنك قادر على خلق ديناميكية جديدة في جامعة الكرة.